لليوم الثاني على التوالي واصل المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم تدريباته على ملاعب مدينة البصرة الرياضية استعدادا لملاقاة المنتخب الأردني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. شكرا لتواجدكم هنا. أكيد المنتخب العراقي بيتم الجاهزية، إحنا كلاعبين بيتم الجاهزية، كادر تدريبي ثبت لنا الواجبات أكيد نطبقها داخل الملعب. مثل ما تعرف منتخب الأردن من المنتخبات المهمة والمنافسة لنا، لكن بالمقابل إحنا أبطال الخليج فيما سبق، أكيد نعول على الجمهور العراقي والمساند الوحيد لنا في هذه المباراة. المباراة ما تقبل القسمة على اثنين، أكيد الثلاث نقاط مهمة تقربنا للمونديال. نسأل الله التوفيق لي وللاعبين والكادر التدريبي أن نحقق ثلاث نقاط مهمة نفرح الجمهور العراقي إن شاء الله غدا. طبعا هاي أول تدريبي لي، توني وصلت البصرة الحمد لله. طبعا نفس ما قلت هي مباراة مهمة، مو بس لأن اللاعبين يعني للشعب كله، وطبعا واحد يحس بالشعور اللي حسناه بكاس آسيا، فهالشعور حاخذه وياي للملعب وإن شاء الله نقدر نحقق الثلاث نقاط ونفرح الشعب كلهم ونرجع لطريق الفوز مرة ثانية. الوحدة التدريبية الثانية جرت بمشاركة 16 لاعبا على أمل أن يلتحق اليوم كل من اللاعبين محمد الطائي وميرخاس دوسكي وأحمد ياسين وريبين سولاقة ودانيلو سعد وحسين علي وعلي جاسم الذي وصل البصرة ليلة البارحة. هذا واجبنا وهذا عملنا، ما متفضلين على منتخبنا بصراحة، يعني مثل ما تفضلت يوم أمس كنا في الكويت، واليوم إنه واجبنا نكون في البصرة وفي مطار البصرة لاستقبال اللاعبين لتكملت عدد الفريق اللي موجود حاليا. تعرف انه اليوم وصل يعني اكثر من لاعب، علي جاسم بعد ساعه يوصل، يوم غد يوصل انه احمد ياسين وريبين وميرخاس دوسكي، ويبقى اليوم اللي بعده علي الحمادي ومنتظم ماجد، يكتمل العدد يوم 12 بالشهر. اكيد البقيه والجهود عليهم ان شاء الله بتحقيق نتيجه ايجابيه. وبحسب بيان اتحاد الكرة العراقي فإن يوم غد سيصل كل من محترف أبسويت تاون الإنجليزي علي الحمادي ولاعب هامر بي السويدي منتظر ماجد ليكتمل بهما صفوف الأسود لقناة زاغروس الفضائية ستار المنصوري البصرة.